أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. إن شاء الله نبدأ في هذا اليوم شرح أحداث غزوة مؤتة، بعد ما أخذنا مقدمة طويلة في قضايا مختلفة، ونشكركم أنكم صبرتوا خلال الأيام الفائتة هذه على هذه التفاصيل، لكنها مقدمات حقيقة تعطي رؤية، تحاول أنها تعطي رؤية واضحة للوضع القائم آنذاك على الأرض. شكرا. طيب، الآن القضية، الغزوة هذه يبدو أنها ترتبط بالأساس بمقتل مبعوث أو حامل الرسالة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حاكم الغساسنة. هذا المبعوث اسمه الحارث الأزدي. عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى. ملك بصرى اللي هو يقصدون شنو؟ حاكم الغساسنة. كانت عاصمتهم الأساسية وين؟ البصرى، وبعدين راحوا إلى الجابية، فهو حاكم الغساني يعرف بهذا العنوان، بكتابه يعني الرسالة. فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، هذا يبدو أنه قائد من القادة العسكريين أو مسؤول كبير في الدولة الغسانية. فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهني يعني هذا المبعوث كونه أزدي، يبدو أن النبي راعى هذه القضية، أن ذلك الغساسنة أصلهم أيضا من وين؟ اي نعم، من الأزد، هم من اليمنيين اصلهم. طيب، قال: نعم، انا رسول الله صلى الله عليه واله. هنا المفاجأة كانت ان المعتاد هو احترام المبعوثين، يعني حامل الرسالة عادة يحترم الا ما استثني، زين، عادة هكذا يتعاملون معه، وهو ما له اي ذنب يعني، ويقولون حامل الكفر ليس بكافر، فأيا كان مضمون الرسالة هو ما يتحمل مسؤولية، مجرد مبعوث. بل في بعض يعني الحكام وكذا يكرمونه، يعطونه يعني مسكين تعبان داق درب ويكون مسرع وعنده إيده على قلبه، الرسالة لازم توصل إلى آخره. فأمر به فأوثق رباطا، على طول صدر أمر حسب الرواية، فورا صدر أمر أن هذا شنو؟ اربطه. ثم قدمه فضرب عنقه صبرا، يعني بدون قتال. لما يقولون صبرا يعني وهو موثق، يعني وهو بلا حيلة، يكون مربوط وكذا ويقتلونه. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وآله رسول غيره. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فاشتد عليه. الحين هذا الإجراء السريع أنه يربط، لما يسأله أنت مبعوث فلان يقول نعم ويربط وكذا. احنا شفنا أن الرسالة الأولى اللي بعثها النبي صلى الله عليه وآله للحارث ابن أبي شمر اللي هو كان الحاكم الغساني، هذه الرسالة راحت، وكان ناوي شر ملك الغساسنة، حاكم الغساسنة، لكن من اللي خلاه يطخ ويسكت؟ اللي هو قلنا حسب الرواية قيصر الروم، قال له مالك شغل وكذا والآخرين، والرواية تقول بل أكرمه بعد ذلك. الآن شنو مضمون هذه الرسالة الثانية؟ شنو مضمون الرسالة الثانية؟ ما ندري. ليش الرسول يعني بعث مبعوث آخر؟ هذا غير المبعوث الأول. ليش بعث هذا المبعوث الآخر بعد سنة وشوي؟ ثم ليش هذا بسرعة بادر أول ما عرف أنه مبعوث النبي وقتله؟ ما ندري، صورة غير واضحة. خلينا نشوف بعد من خلال التفاصيل شي تبين معانا. يقول: بعد أن قتله شرحبيل ابن عمرو الغساني
دفن هذا المبعوث في منطقة اسمها بصيرة في محافظة الطفيلة. يعني احنا اذا بنشوف الان مدفن هذا المبعوث، هذه دمشق وهذه عمان عاصمة الأردن، وهذه بصرة اللي قال ملك بصرة، هذا بصرة، وهذه بصيرة هني صايرة، هي قبل مؤتة، مؤتة صايرة بهالمنطقة، فهي جنوب مؤتة. بهذه المنطقة مدفن هذا الشهيد، وهذا المسجد والبناء الضريح، والبناء على الضريح اللي فيه او القبر او مرقد هذا الشهيد، لاحظ بان بناء ضخم كان. وهذا قبر كما يقال، هذا قبر هذا الشهيد، اذا ما عندهم مشكله يعني البنيان على القبر وكذا. طيب، وهذا مو يعني ولي من الاولياء مثلا اللي كذا، هو بالنتيجه مبعوث رسول الله، صحابي يشكر له جهده وكذا، ولكن اكو تكريم يعني، هذه عاده المسلمين هكذا. طيب، البعض اشتبه عليه، تصور بأن اللي أعدم هذا المبعوث هو الحاكم الغساني، إن شرحبيل هذا كان حاكم الغساسنة، هذا خطأ في بعض الكتب هكذا، هو خطأ، يبدو أن الرجل هو من القادة أو من المسؤولين، ولاة معينين من قبل الحاكم الغساني، وصادف أن قطع طريق مبعوث النبي صلى الله عليه وآله فقتله. الآن هل قتل بدون أمر من الحاكم؟ هل كان أكو أمر مسبق وكانوا يدرون من خلال حركته؟ أحد وصل لهم خبر إن أكو مبعوث، شن نسوي إذا وصل؟ فالحاكم قال له شنو؟ قال للوالي اعدمه، هذا أنا ما أبي أسلم رسالة ولا شيء، خل توصل رسالة قوية للنبي صلى الله عليه وآله. بعض القرائن يمكن تبين بأن ما ممكن قائد وليس بالحاكم وتكون الرسالة للحاكم، إنه يتجرأ بنفسه وهو شي يسوي يعدم، ما صدر شيء من الطرف الآخر، إذن لابد إنه يكون هذا شنو؟ نفس الحاكم مصدر أوامره، أو لربما الرواية السابقة قاصرة، فيكون هذا أبعث رسالة إلى الحاكم قال له شنو؟ لا أبي أشوفه ولا أبي رسالته وهو بمكان أعدمه، ممكن هكذا حصل، خاصة مثل ما قلنا بأن الرسل عادة لا تقتل ولا يساء إليهم. بل في إحدى النصوص أن الرسالة في الواقع كانت إلى قيصر الروم عن طريق حاكم الغساسنة، يعني تصل بيد الحاكم والحاكم يشيلها ويوديها لمن؟ لقيصر. بعد هنا تصير المسألة أصعب، أن نتصور أكو والي ولا قائد عسكري يتجرع على رسالة للقيصر، هذا مو معقول، وبالتالي هذا القائد العسكري أخذ قرار، لابد أن هذا القرار بمعرفة واطلاع وأمر من حاكم الغساسلة. طيب، الآن الحاكم هذا هل هو نفس الحارث اللي بعث للرسول الرسالة الأولى؟ إذا تذكرون قلنا أن النبي حسب الرواية تقول شنو؟ قال هذا ملك شنو؟ ما يبقى، وينصون بالتاريخ إن الحارث بن أبي شمر الغساني متى مات؟ سنة 8 هجرية، وهذه الحادثة متى؟ سنة 8 هجرية، واضح شلون؟ فاحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله لما بلغه موت الحاكم الغساني الحارث اللي كان مسيء، احتمل النبي أنه يفتح صفحة جديدة مع الحاكم الجديد، وبالتالي قام النبي وبعث رسالة للحاكم الجديد حتى يشوف شنو ردة فعله. طلعت ردة فعله أسوأ وأردأ من ردة فعل من سبقه، هذا احتمال أنا أحتمله وأقوي يعني. ولو نرجع إحنا إلى القوائم اللي موجودة لحكام الغساسنة، للأسف ما راح تسعفنا بشيء كبير، لماذا؟ لأنها متضاربة تضاربا شديدا في الأسماء، في العدد، في التواريخ، في تضارب كبير. وإحنا لو ما إن في رسالة النبي صلى الله عليه وآله مكتوب الحارث بن أبي شمر لكنا أيضا غير مدركين بالدقة من الحاكم صاحب الرسالة الأولى،
فبالتالي أكو تضارب كبير، وأكو لي بحث أنا بهذا الموضوع إن شاء الله راح يكون ضمن الكتاب إذا ما تم طباعته، ينزل البحث عن الأسماء والتضارب بين المؤرخين، ما كان ما نبي ندوخكم بهذه الشغلة. هناك ادعاء في بعض الكتب بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن سبب غزوته هذه مسألة قتل المبعوث فقط، وإنما أكو سبب ثاني، وهو أن الروم بدأوا يقتلون المسلمين الموجودين في بلاد الشام، إن أكو مجموعة من عرب الشام صاروا مسلمين، أو من المسلمين هاجروا إلى هناك أو سكنوا استوطنوا هناك فتجرؤوا وقتلوهم لأنهم مسلمين، فأراد النبي الانتقام لهم. نشوف مثلا في كتاب اسمه خاتم النبيين لمحمد أبو زهرة، يقول كان من عرب الشام من دخل في الإسلام، أو كان من العرب من سافر إلى الشام، وأولئك المسلمون وإن كانوا عددا قليلا لكن شنو اللي صار؟ ضاقت بهم صدور النصارى حرجا، إما الروم نفسهم وإما شنو؟ الغساسنة. فقتل والي الشام من قبل الرومان من أسلم من عرب الشام، ولا بد أن يحمي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه، هؤلاء لابد أن يحموا من؟ أولئك الذين يفتنون عن دينهم. يعني هناك ليش تصير مجزرة؟ حتى يرجعون عن دينهم، لتمنع الفتنة عنهم. ويقول في ذلك ابن تيمية في رسالة القتال. إذن هذا المؤلف من وين جاي بالفكرة؟ من كلمة كتبها ابن تيمية، إن النبي صلى الله عليه وآله ما بعث إلى حرب الروم في مؤتة إلا بعد أن قتل الوالي الروماني من أسلم في الشام. إذن البعثة، إذن الغزوة صارت شنو؟ صارت ردة فعل على قتل مسلمين حسب هذا الكلام. ولكن إذا ترجع إلى المصادر التاريخية اللي موجودة لا تجد أثراً لمثل هذا الخبر. ومعروف عن ابن تيمية حسب التحقيق أنه غير دقيق في كثير من القضايا، يعمم وينقل أشياء وكذا، لما ترجع تلقى مالها أصل أو تلقى القضية هو مضخمها وغير ذلك، فما ندري، الله أعلم. لكن المعروف أنها ردت فعل على مقتل هذا المبعوث. الآن أكو مؤلف لكتاب اسمه غزوة مؤتة، هذا معاصر الكتاب، غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية، هذا الكتاب هذا عنوانه. المؤلف اسمه بريك العمري أو العمري. شو يقول؟ يقول أكو بعض المستشرقين وأذنابهم من العرب، من يلهجون بلغتهم وأفكارهم من القوميين العرب، قالوا أن مؤتة كانت لإشعار العرب، يعني النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء يقول أهو إن هالمستشرقين وبعض القوميين العرب شو يقولون؟ يقولون الرسول صلى الله عليه وآله كان في باله أن يوجه رسالة إلى من؟ إلى العرب الغساسنة، أن فك ارتباطكم مع الروم، أنا الآن صرت شنو؟ قوة، وأنتم عرب وأنا عربي، أنا أولى بكم وأنتم أولى بي. فأراد النبي أن يستميلهم بهذه الصورة، وبالتالي حتى يبين لهم لما بالرسالة ما نفع راح يبين لهم إن فعلا أنا قوة، اللي لدرجة إن شنو؟ أبعث 3000 مقاتل إلى أراضيكم، مو بأراضي، لا، أغزو أراضيكم، ولما أغزو أراضيكم أنا قاعد أتحدى أكبر راس. منو أكبر راس في المنطقة؟ الروم، توهم الروم منتصرين على منو؟ على الفرس. أنا جاي أكسر راسكم، أنا جاي أبين بهذه الحالة النفسية اللي عندكم يا غساسنة، الرهبة من الروم أبي أكسرها، إن أنا مستعد أدخل لأراضيهم وأتحداهم، تعالوا صيروا حلفائي، تعالوا دخلوا بالإسلام واخروا عن ذيلاك، ما ينفعونكم ذيلاك، انتهت دولتهم، الآن دولتي أنا.
هذا ملخص الكلام. ويقول فعلا لما نقرأ التاريخ يقول هو ينقل عن هذيل المستشرقين والقوميين العرب إن فعلا لما نقرأ التاريخ بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله بسنوات قليلة لما صارت الفتوحات هذيل الغساسنة دخلوا في الإسلام صاروا حلفاء العرب ضد منه؟ ضد الروم، حلفاء المسلمين ضد الروم. فإذا اللي كان ببال النبي تحقق بعدين ولا ما تحقق؟ يقول تحقق. وهو نقل هذا الكلام ونزل عليهم يغسلهم غسلة تمام من ذاك الكلام العنيف جدا ضد هذه الفكرة. أولا يقول إنها استنتاجات بنيت على أساس الفكر القومي إن الرسول شلون يفكر ذيلا عرب وإحنا عرب وكذا. الرسول عادي يفكر ماكو مشكلة، يدز حق ذيلاك الأزديين يدز لهم شنو؟ واحد أزدي حتى شوية يعني تدرون قضية القبلية العشائرية قلبهم يمكن يحن كذا. وأنه فكر عقيم ولا زال معوى الهدم لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية. انزل غزوة مؤتة سبب الثاني، يقول ما غزوة مؤتة ما كانت إلا استجابة لنداء الباري عز وجل، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يفكر بشيء يعني في الغزوات، يجي لأمر زين بأن هذيل نصارى مو مسلمين روح شنو اعرض الإسلام وإلا يموتون انتهت القضية. يعني ما في تخطيط سياسي، ما في تفكير، ما في محاولات استمالة، ما في كذا لقتال أهل الكتاب وإخضاعهم لسلطان المسلمين إما بالدخول في الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون. ثلاثة، لأنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك من خلال الأحداث أنهم يعني الغساسنة كانوا حجر عثرة في وجه نشر الدعوة الإسلامية، وأنهم شكلوا بقواهم السياسية والعسكرية تهديدا للمسلمين وفتنة لأتباعهم. أربعة، والعرب المتنصرة في الشام كانوا جزءا لا يتجزأ من تلك القوى المعادية للإسلام، فكيف يقال بعد ذلك أن مؤتة حفزت على قيام الوحدة العربية بين المسلمين؟ يعني بسبب هذه الأحاسيس العربية ذيلا انضموا إلى الإسلام والقبائل العربية المتنصرة في الشام. لكن حقيقة هذا الكلام، هذا النوع من التفكير يعني في نوع من التعصب، تحس أنه يعني مو منطقي، خاصة أنه هو يوم ذكر هالأشياء يعني نزل عليهم بقوة وصار يسفه وكلمات وكذا. هذا مو أسلوب إنسان باحث، يعني من يريد أن يبحث كذا عليه بالهدوء يكتب إلى آخرين عقلاني. ثم ما المانع أن النبي صلى الله عليه وآله يفكر بهالصورة؟ شو المشكلة يعني إذا كان هذا راح يدخلهم في الإسلام ويتكلم لهم بهذا المنطق؟ وإحنا نشوف النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة كان يحاول أحياناً بمنطقهم يكلمهم بالمفاهيم بكذا اللي هم يتبنونها وما فيها مشكلة، كان النبي يحاول يستميلهم. وبعدين إذا دخلوا أو شوية قلبهم انفتح ذاك الساعة عاد شوي شوي يعلمهم شنو الإيمان شنو كذا ويدخلهم في الإسلام، ما في مانع. طبعاً ما نقول إن هذيل المستشرقين والقوميين العرب عندهم دليل مادي، يعني شيء مكتوب نص آية قرآنية حديث كذا يقول بأن فعلا الرسول فكر بهذا المنطق وأن هذه كانت من دوافع شنو غزوته. ما عندنا دليل مادي، لكن هي مجرد تفكير واستنتاجات، وهذا التفكير والاستنتاج من حق أي باحث أن يمارسه ويصل إلى نتائج ويقدمها. الآن تكون قيد النقد تكون مقبولة هذا أمر آخر، وبالتالي احنا ما نتوافق مع بريك العمري او العمري في ما ذكره، ومن المحتمل ان هذه الفكره تكون صحيحه احتمال. الان قتل هذا المبعوث، وصلت الرساله للنبي صلى الله عليه واله، الخبر وصل، من اللي وصل الخبر ما ندري، شلون وصل الخبر ما ندري، هل مسافرين تجار وصلوا الخبر، هل كان في شخص ثاني مع هذا المبعوث رجع سلم من الموت كان يراقب من بعيد وشاف، في احتمال. الآن وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله، فأعلن النبي النفير للخروج لرد الاعتبار، لأن هذه الإساءة ما ممكن السكوت عليها من جهة، ثانيا هذه تجرؤهم، إذا الرسول ما أخذ أي إجراء شي يصير،
ذيل الغساسنة اللي يشوفون أن دولة النبي بدأت تكبر، ممكن خاصة مع الرسالة الأولى وردة الفعل اللي كانت، أن شي يسوون؟ ينزلون. وين ينزلون؟ ينزلون على المناطق اللي النبي صلى الله عليه وآله فتحها، بل ممكن يوصلون إلى عاصمة الدولة الإسلامية ويتجرؤون عليها، المدينة المنورة. فمو معقول النبي أنه يسكت على مثل هذا الاعتداء اللي هو منافي أيضاً للأعراف القائمة. طيب، روى المؤرخون ومنهم ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق أن النبي صلى الله عليه وآله بعد سماعه بمقتل الحارث يعني المبعوث ندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله، فأسرع الناس، ندب الناس يعني للخروج للقتال، فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجرف. عادة هكذا لما يصير أكو قتال واستعداد لخروج لمنطقة بعيدة يعسكرون بمكان. وين المكان اللي يعسكرون فيه بالمدينة؟ بالجرف. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام لما انتقل إلى الكوفة ويبي يخرج إلى قتال، وين كان يعسكر؟ بالنخيلة. وين صايرة؟ عند الكوفة، بتصير برا بمعزل. ليش؟ هذه الفترة على ما الناس ترتب أمورها، فأي واحد يجهز يروح يلتحق بالمعسكر، يعسكرون هناك خلال يومين ثلاثة، يتهيئون نفسيا، يرتبون أمورهم، يتدربون شوية كذا، يجهزون أسلحتهم ويبدون للحركة. وين الجرف؟ في المدينة، هذا المسجد النبوي الشريف، وهذا البقيع هني، هذا جبل أحد، وهذا هني مزار الشهداء في هذه الدائرة، هذا الجرف هني، صاير مباشرة إلى الغرب أسفل هذه الجبال في الوادي، هذا طرف الوادي إلى الغرب من مزار الشهداء، شهداء أحد. لكن المؤرخين أضافوا أن النبي صلى الله عليه وآله لما نادوا كذا، في النداء الأول اللي الناس اجتمعوا وبدأوا الناس يلتحقون بالمعسكر هناك، ما حدد الرسول، ما تكلم عن قضية أمراء، منو اللي يصير قائد أو قادة لهذه الغزوة. وإحنا ندري أن معروف سلفا عندنا ببالنا أن الغزوة هذه فيها أكثر من قائد، ولذا سميت غزوة جيش الأمراء. فيقول لا، في البداية ما قال الرسول شيء، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر جلس، هذه الرواية تقول، راح نناقشها بعد شوي، وجلس أصحابه حوله، وجاء النعمان بن مهض، وفي رواية أخرى فنحص اليهودي، واحد يهودي مع المسلمين، ووقف، فقال رسول الله، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله مع الناس، الآن الناس ناطرين خبر النبي بيعلن شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: زيد بن حارثة أمير الناس، أمير الغزوة، فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. هني منو تكلم؟ هذا اليهودي. فقال النعمان بن مهض أو فنحص: أبا القاسم، إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعا. يقول إحنا عندنا قاعدة في قصص الأنبياء السابقين، أي نبي يعين قادة متعددين لغزوة، هذا معناه أنه يدري سلفا أن هذيل القائد الأول بيصير في شيء، والثاني بيصير في شيء، والثالث بيصير في شيء، والرابع أو الخامس، حسب العدد اللي يعينهم، مدام يعين بدال إذن يدري أكو شيء بيصير. فإذن صلى الله عليه، صلى الله عليك أنت يا زيد، فما لا ودع أهلك، أنت يا عبد الله ودع أهلك، أنت يا جعفر بن أبي طالب هم شنو، ترى ماكو رجعة، أنتوا بتموتون. هذا من اللي يقول؟ العبقرية هذه من وين يت؟ من فنحص، نعمان بن فنحص. إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فلو سمى مئة، لو 100 قائد هم يسمي هذين 100 شنو؟ أصيبوا جميعا.
ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة: اعهد اعهد عهدك، انت ترى مو راجع، وصي خلاص، فلا ترجع الى محمد ابدا. اللهم صل. طبعا هو يهودي، هذا كل شيء يقول ان كان يعني سيدنا محمد ان كان شنو نبيا، هذا اذا هو نبي فهو يعرف. فقال زيد: فاشهد انه نبي صادق بار. اذا زيد حط بقلبه انه شنو بينقتل، خلاص بيودع، هذا حسب الروايه. لكن تعال، هذا اليهودي شايبه هني، يعني معقول الرسول صلى الله عليه وآله ايش كثر كان حريص في الغزوات، ما يقول وين رايح، اذا كانت غزوات يعني البعيده جدا كان يقول، لكن القريبه مثل كذا اصلا ما كان يقول وين رايحين، ما يدرون لوين رايحين، ما يدرون من اي طريق للتكتم. ثم النبي صلى الله عليه وآله الوضع حساس جدا، والحادثه هذه وين صايره؟ صايره بعد غزوه خيبر. خيبر منو كانوا العدو؟ اليهود، واليهود كانوا متحالفين مع منو في غزوه خيبر؟ مع الروم. قبل الغزوه كانوا متحركين على الروم، الان النبي صلى الله عليه واله بهالعشوائيه يعلن هالشيء وعن مكان الحركه واسماء القاده قدام واحد يهودي موجود، شايبه هاليهودي هذا بين المسلمين؟ وشلون الرسول يعلن بهالشيء قدام هذا اليهودي؟ ثم تعيين يعني أمراء متعددين للغزوة مو شرط يكون بأمر يعني غيبي، إن الرسول الله أخبره مثلا بالوحي ترى الأول راح يموت، حط لك ثاني، حط لك، مو شرط. هذه أول مرة المسلمين يطلعون إلى مكان بعيد بهالشكل. ثانيا، عدد 3000 مقاتل، أول مرة جيش المسلمين هالعدد. ثالثا، الرسول مو وياهم، إذا لازم يأخذ احتياطات النبي ولا لا؟ ما يقدرون يراسلون النبي صلى الله عليه وآله ببعد المسافة كذا بالاحتمالات اللي موجودة، وبالتالي مو شرط أن القضية تكون غيبية يعني. ويبدو أن المسألة طبعا هذا أصلا هذا اليهودي بعد بن فنحص أصلا ما معروف منو هو، يعني لو ما هالحادثة اسمه جاي هني مو جاي اسمه في أي قصة أخرى في السيرة، ولا معروف هو منو، ولد منو، من أي طائفة، من أي ديرة، من أي كذا، أبداً ماكو شيء. فبالتالي يبدو أن بعض القصاصين، بعض الرواة، حلا لهم أن يضيفوا شوية بهارات على قصة غزوة مؤتة، وهذا نجده في كل الغزوات، يحطون شوية بهارات، شوية إضافات كذا. فلما يكون أكو واحد يهودي ويقول أكو سر، وأكو سر أنبياء، وسنة نبوية، وأكو كذا، وأكو غيب في المسألة وكذا، القضية تصير فيها حماسة أكثر، وللأسف هذه الأمور تدخل في القصص، وبالتالي أحياناً حتى إحنا نقلل من حكمة الرسول صلى الله عليه وآله، ونحوله كأن آلة جامدة ينتظر أوامر من عند الله وكذا، وبالتالي يتصرف ويسوي قرارات، يتخذ قرارات، بينما في أحيان كثيرة هي تكون نتيجة عبقرية للنبي، حكمة للنبي، تفكير يعني تدبير من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي هذا يعني هذه الرواية احنا ما ممكن نقبلها. المهم، هذا الراوي نفسه يكمل الخبر يقول: فلما أجمعوا المسير وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لهم اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض، مشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله يودعونهم ويدعون لهم، وجعل المسلمون يودع بعضهم بعضا، والمسلمون 3000. فلما ساروا من معسكرهم نادى المسلمون: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين. إن شاء الله نكمل البحث في الغد ونرى ماذا حصل بعد ذلك، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.